مساء الخير للجميع، للسادة الأساقفة، لسعادة أعمال السفارة الفاتيكانية. بالنسبة لنا اليوم فرح كبير أنه ترقية الأب زيد حبابة إلى الخور أسقفية، لكن أيضا فرحنا كبير هو أنه غدا هو وضع حجر أساس لأول كنيسة كلدانية في المملكة الأردنية الهاشمية. نحن بكل وضوح نحن تحت رعاية جلالة الملك المعظم، ونحن ما تحت رعاية أي آخر. نحن اليوم في المملكة الأردنية ونحن ممتنين لجلالة الملك على كل ما قدموا لكل المهاجرين العراقيين واستقبال واحتضان، لأن الأردن هي خيمة آمنة لهالناس. ونحن أيضا تحت ظل الكنيسة الكاثوليكية، نحن جزء من الكنيسة الكاثوليكية، وهذا الحجر الأساس هو تحت أيضا رعاية البطريركية اللاتينية الكاثوليكية يعني. فنحن ما مخالفين بأي شكل من الأشكال أي شيء يعني، وهذا نحن كنيسة واحدة، لكن هاي الكنيسة متنوعة ونحن جزء منها يعني. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام، والرجاء الصالح لبني البشر الآن وإلى الأبد. قونا يا ربنا وإلهنا، نحن ضعفاء برحمتك غير المحدودة، واعضدنا بمعونتك فائقة الوصف، وأهلنا بنعمتك الأزلية للقيام بخدمة أسرار مواهبك الروحية، واجعلنا نقوم بها بنقاوة القلب وصفاء النية وقداسة السيرة، يا مانح عباده مواهب نعمه يا رب الكل، الآب والابن والروح القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. احمدوا الرب وادعوا باسمي، وعرفوا في الشعوب مآثره. Oh.
أيها القدوس مقدس الكل، نسألك أن تقدس نفوسنا لنكون مساكنا نقية تليق بكرامة خدمتك. يا رب الكل، الآب والابن والروح القدس، إلى الأبد. آمين. بارخ المريم على خام روح قديسة واسرى بروحاني لا شلوى مثل رمرمان ملكة رب الإله القدير، لك الكنيسة المقدسة الجامعة التي افتدعها المسيح بآلامه العظيمة وبنعمة الروح القدس المتساوي بالطبيعة الإلهية الممجدة، تمنح درجات الرسامة الكهنوتية الحقة، وبرحمتك أهلت طبيعتنا الضعيفة لنكون أعضاء معروفة في جسد الكنيسة المقدسة الجامعة العظيمة، لنخدم نفوس المؤمنين خدمة روحية. أنت يا رب كمل مع خادمك زيد نعمتك ومراحمك كل أيام حياته الآن وإلى الأبد. آمين. ارفعوا أعينكم إلى العلا والتمسوا المراحم من الله الحنان. من أجل الكاهن زيد الذي يرسم ويكرس خور أسقفاً لكنيسة الله في الأردن، صلوا من أجله. آمين. إن القدرة الإلهية التي رافقت الرسل القديسين عندما أرسلهم رب المجد سيدنا يسوع المسيح إلى سائر البلدان ومنحهم السلطان لشفاء الأمراض كلها وطرد الأرواح الشريرة وإعادة الضالين إلى حضيرة الإنجيل المبارك هي تكون معك لتحقيق كل فعل خير طوال أيام حياتك. آمين. لقد أفرز زيد وتقدس وتكرس لمهام الخور أسقفية
ولخدمة كنيسة الله في الأبرشية البطريركية في رعية الأردن التي انتدب لها. بسم الآب والابن والروح القدس الآن وإلى الأبد. قل لهم ما حاجة يقول لهم ترتيل رأسنا قل لهم لهم سلم على المطارين. نسألك أيها المسيح يا نور العالم أن تنير قلوبنا وعقولنا بنورك البهي فيتبدد ظلام الخطيئة التي فينا ونتحرر منها وأن ترشدنا دوما إلى طريق وصاياك المحية فنؤدي لك المجد ولأبيك الأزلي ولروحك القدوس الآن وإلى الأبد. ومخلص نفوسنا وحارس حياتنا الدائم فلك ينبغي أن نؤدي الحمد والمجد والسجود يا رب الكل الآن وإلى الأبد. شبح كل عمال لا حيا قديسا قديسا حيثنا قديسا لا ما يوثق بثراحا معنا
أنيرنا يا رب بنورك وفرحنا بمجيئك وخلاصك وأشركنا في أسرارك وساعدنا على فهم كلمتك يا خالق الكل بحكمتك، فنودي لك الشكر والحمد والسجود أيها الآب والابن والروح القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. انصتوا إلى قراءة من سفر إرميا بارخ مار. باركك الرب القدير. فكانت كلمة الرب إلي قائلا: قبل أن أصورك في البطن عرفتك، وقبل أن تخرج من الرحم قدستك وجعلتك نبيا للأمم. فقلت: آه أيها السيد الرب، ها أنا ذا لا أعرف أن أتكلم لأني ولد. فقال لي الرب: لا تقل إني ولد، فإنك لكل ما أرسلك له تذهب، وكل ما أمرك به تقول. لا تخف من وجوههم، فإني معك لأنقذك، يقول الرب. ثم مد الرب يده ولمس فمي، وقال لي الرب: ها أنا ذا قد جعلت كلامي في فمك، انظر إني أقمتك اليوم على الأمم وعلى الممالك، لتقلع وتهدم وتهلك وتنقذ وتبني وتغرس. وكانت كلمة الرب إلي قائلا: ماذا أنت ترى يا إرميا؟ فقلت: إني راء غصن شجرة ساهرة. فقال لي الرب: قد أحسنت فيما رأيت، فإني أنا ساهر على كلمتي لأصنعها بارخ مار. من رسالة بولس الرسول إلى تيموثاوس يقول: يا أخوة بارخ مار. تكرب الدير. إن القسس الذين يحسنون الرعاية يستحقون إكراما مضاعفا، ولا سيما الذين يتعبون في خدمة الكلمة والتعليم. فإن الكتاب يقول: لا تكم الثورة وهو يدوس الحبوب، ويقول أيضا: إن العامل يستحق أجرته. لا تقبل الشكوى على شيخ إلا بناء على قول شاهدين أو ثلاثة. وبخ المذنبين منهم بمحضر من الجماعة ليخاف غيرهم. وأناشدك في حضرة الله والمسيح يسوع والملائكة المختارين أن تحافظ على ذلك من غير تحيز، وأن لا تفعل شيئا عن هوى. لا تعجل في وضع يديك على أحد، ولا تكن شريكا في خطايا غيرك، واحفظ نفسك طاهرا. والنعمة والسلام مع جميعكم يا إخوة. آمين. لنقف باستعداد لسماع الإنجيل المقدس. هللويا هللويا.
عم خون ايوان قاليون قديش ادماراني شو عمشي حال كارزوثا يوحنان شو بارخ مار قال الرب أنا الراعي الصالح والراعي الصالح يبذل نفسه في سبيل الخراف وأما الأجير وهو ليس براع وليست الخراف له فإذا رأى الذئب مقبلا ترك الخراف وهرب فيخطف الذئب الخراف ويبددها وذلك لأنه أجير لا يبالي بالخراف أنا الراعي الصالح أعرف خرافي وخرافي تعرفني كما أن أبي يعرفني وأنا أعرف أبي وأبذل نفسي في سبيل الخراف ولي خراف أخرى ليست من هذه الحظيرة فتلك أيضا لا بد لي أن أقودها وستصغي إلى صوتي فيكون هناك رعية واحدة وراع واحد إن الآباء يحبني لأني أبذل نفسي لأنالها ثانية والمجد لله دائما صاحبي السيادة الجزيلين الاحترام مطران كنيسة اللاتينية ومطران كنيسة الروم الكاثوليك يعني كاريسيمو مونسينيوري ماورو grazie per tutto ciò che lei ha fatto per questa comunità sfollata dall'Iraq e così è stato molto vicino a loro e ha molto aiutato l'Aba, l'Azza, Akhawati, Akhuti, Assada, Al-Muhtarmin, Ma'a Hafz Al-Alqab. يعني نحن مسرورين جدا بهالمناسبة اليوم بهالراعي حقيقة راعي الصالح للكنيسة ترقينه إلى رتبة الخور أسقفية لكن أيضا نحن كثير مسرورين بوضع حجر لأول كنيسة كلدانية في المملكة الأردنية الهاشمية مثل ما الكل يعرف بأنه نحن يعني الأسباب اللي خلت المسيحيين والعراقيين يهاجرون هي أسباب أمنية وسياسية ومضايقات
وأيضاً سوء الخدمات. يعني نحن أهل الأرض استوصلنا من أرضنا والتجأوا هالعائلات إلى الأردن لينشافوا فيها خيمة آمنة ومستقرة برعاية جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين. فأنا يعني أمام الكل أعرب عن شكري وامتناني لجلالة الملك، للحكومة الأردنية، وأيضاً للشعب الأردني الشقيق. يعني كما أعرب عن امتناني العميق للكنيسة الأردنية اللي وقفت إلى جانب المسيحيين والعراقيين بشكل عام، وقفت تضامن وقدمت إلهم كل العون بقلب سخي وإيد ممدودة. يعني أذكر بالبداية من حتى من زمن الحصار البعثة البابوية والأستاذ رايد وأيضاً الكاريتاس بعد التهجير. يعني لكن كل الكنيسة وقفت مع الأشخاص اللي كانوا بحاجة إلى تشجيع، إلى تضامن، إلى رفع المعنويات. نحن كنائس متنوعة، لكن نحن كنيسة واحدة، نحن ما غرباء. يعني نحن كنيسة واحدة بالجوهر، إيماننا واحد، عقيدتنا واحدة، طقوسنا مختلفة. بعدين نحن كنيسة كاثوليكية، نحن جزء من الكنيسة الكاثوليكية بهالبلد وبالعالم، ونحن تحت رعاية البطريركية اللاتينية وسيادة المطران جمال خضر. يعني وهالحجر الأساس والأرض مسجلة باسم الكنيسة اللاتينية. يعني فنحن ما غرباء، يعني من حقنا أن يكون أيضاً لنا مكان للصلاة وللقاء. يعني وهذا ما أتمنى أنه ما يقلق أي انزعاج لأي واحد. يعني فكثير أشكركم على حضوركم هالاحتفال الأخوي، ونسأل الرب أن يبارك الأردن وأن يحافظ على نعمة السلام والاستقرار فينه، وما تضيع بأي ثمن الكان. يعني خلينا نتعلم من الدول الجوار الفوضى، أي فوضى ما خلاقة مثل ما روج إلى فوضى مدمرة. خلينا نصلي من أجل شفاء البابا فرانسيس وعودته إلى خدمته معافا تماما. يعني نصلي من أجل المملكة الأردنية ملكا وحكومة وشعبا، لكي يدوم فيها الأمان والاستقرار والتقدم الذي لمسناه في عدة مجالات، خاصة هي اليوم بالفترة تحتفل بالمئوية الأولى لتأسيس المملكة. الله يديمها عليكم. صلي من أجل بلدنا العراق لكي تتشكل بأسرع وقت حكومة وطنية مقتدرة على بناء دولة قوية، دولة وطنية، لا دولة طائفية، لا دولة محصصاتية، حكومة تقوم بإصلاحات وتوفر كل الخدمات. صلي من أجل أن تجد روسيا وأوكرانيا الطريق إلى السلام وتخرج من الحرب المدمرة المقلقة. أعود إلى الأب زيد بالمناسبة. يعني فعلاً نحن حسينا وأنتم هالحضور أيضاً وتعبير عن خدمته وتقييم له، راعي صالح بذل حياته من أجلكم ومن أجل خدمتكم، وهو كأبونا وأب الكل وما متحزب لأحد. وهالترقية هي تشجيع ودعم له حتى يستمر بنفس الحب بنفس الحماسة والخدمة اللي لمسناها عنده، وبشجاعة وأمانة وولاء، ولاء للكنيسة أكيداً، ولاء للمسيح يعني قبل كل شيء، بس مسيح من خلال الكنيسة ومع الكنيسة. ف
فأبونا أهنيك من صميم القلب، وأسأل الله أن ينير دربك بأنوار الروح القدس حتى تستمر في تحمل مسؤولية خدمتك بنفس مشاعر المسيح. يعني من طرفنا نحن راح نرافقك بالكباتيركية بصلاتنا ونساندك. شكرا لكم. لنقف كلنا بفرح وابتهاج ولنطلب بثقة قائلين: استجب يا رب، استجب يا رب، يا رب، يا رب، استجب يا رب. يا رب، من أجل أن تحفظ الكنيسة رعاة ومؤمنين كي تبقى أمينة في حمل بشرى إنجيل الحب والسلام، وأن يكون حضورها مؤثراً في عالمنا، نطلب منك استجيب يا رب، استجيب يا رب، استجيب يا رب. يا رب، من أجل أن تملأ قلب الخور إسقف الجديد من نعمك ومواهبك وتغنيه بالحكمة والحق ليخدم شعبك ويغدو له علامة رجاء، نطلب منك استجيب يا رب، استجيب يا رب، استجيب يا رب. يا رب، من أجل أن تلهب قلوب شباب كثيرين وفتيات حتى يصبحوا فعلا صالحين في كرمك، فعلا قديسين مشبعين بروح الإنجيل ومتحلين بروح التضحية، فيكشفوا للناس محبتك وغفرانك وخلاصك، نطلب منك استجيب يا رب، استجيب يا رب، استجيب يا رب. يا رب، من أجل بلدنا العزيز الأردن كي يبقى بلداً آمناً وسالماً ورمزاً للعيش المشترك تحت راية قائده جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم، أطال الله بعمره، نطلب منك استجيب يا رب، استجيب يا رب، استجيب يا رب. من أجل أمن واستقرار بلدنا العزيز العراق ولأجل السلام في كل البلدان التي تعاني من الحروب والصراعات والعنف، نطلب منك استجيب يا رب، استجيب يا رب، استجيب يا رب. لنستودع نفوسنا بين يدي الآب والإب والروح القدس. O Lord, receive our prayer and our petitions and have mercy on us. Keep us under your paternal care. Grant us every benefit that we be made worthy to please you. Glory to you now and forever. Yeah.
ثمر تعبنا فتقبلهما من أيدينا تعبيرا عن شكرنا على نعمك الوافرة لنا. اجمع يا رب في ملكوتك كنيستك المقدسة من أقاصي المسكونة إلى قاصيها، لأن لك المجد والقدرة الآن وإلى الأبد. آمين. يقبل هذا القربان بوجه مشرق ويتقدس بكلمة الله وبالروح القدس، فيكون لنا معونة وخلاصا وحياة أبدية في ملكوت السماء بنعمة المسيح. بكرة هو عيد مرتومة اللي هو شفيع كنيستنا ومؤسسها، فعوض قانون الإيمان نحن نردد عبارة مرتومة المسيح ظهر له يركع قدامه يقول ربي وإلهي. أحسن قانون إيمان هو هذا. كلتنا مع بعضنا ربي وإلهي. ربي وإلهي. لك اللهم يا أبا الحق ولابنك الوحيد ربنا يسوع المسيح ولروحك الحي القدوس والمحيين ودي المجد والإكرام والشكر والسجود الآن وإلى الأبد. آمين. السلام معكم ومع روحك. إخوتي تبادلوا السلام بمحبة المسيح. Yeah.
معنا جميعا الآن وإلى الأبد. آمين. نعلن مدعاكم من يستطيع أن يصف عظائم قدرتك ويخبر بجميع أمجادك فلأنصار جميع الخلائق فمن واحدا ولسانا واحدا لما استطاعت أن تعبر عن عظمتك. فأمام سر ثالوثك القدوس تقف ربوات الملائكة الذين يرتلون معنا المجد بصوت عال قائلين: قدوس 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 أنت الرب القوي إله المتجسد الذي هو صورتك البهية وقد أخلى ذاته وصار إنسانا كاملا يخلصنا ويجدد فينا صورتك ومثالك. وقد سلمنا هذا السر الذي نقربه الآن أمامك. في الليلة التي أسلم فيها للموت أخذ خبزاً بيديه المقدستين ورفع عينيه إليك أنت يا الله أباه ضابط الكل، وشكر وبارك وكسر وأعطى تلاميذه قائلاً: خذوا فكلوا منه كلكم، هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم لمغفرة الخطايا وللحياة الأبدية. آمين. كذلك من بعد العشاء أخذ بيديه المقدستين كأسا طاهرة وشكر وبارك وأعطى تلاميذه قائلا: خذوا فاشربوا منها كلكم، هذا هو دمي للعهد الجديد الأبدي سر الإيمان الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا وللحياة الأبدية. آمين. كلما صنعتم هذا تعيدون ذكري. نؤمن ونعترف كما أوصيتنا يا رب. ها قد اجتمعنا نحن عبادك الضعفاء للاحتفال بذكرى موتك وقيامتك، سر الخلاص الذي به أحييتنا وغفرت خطايانا.
وأنرت عقلنا ونصرت طبيعتنا الضعيفة بمراحمك الفائضة. فعلى كل هذه النعم نرفع لك المجد والإكرام والشكر والسجود الآن وإلى الأبد. أيها الرب الإله القدير، اقبل هذا القربان الذي نقربه حمداً لك على جميع النعم التي أفضتها على الطوباوية مريم دائمة البتولية وجميع الآباء الأبرار والرسل والأنبياء والشهداء والمعترفين. اقبله يا رب لأجل الكنيسة المقدسة الجامعة في كل مكان، لأجل آبائنا القديسين مار فرانسيس بابا روما ومار لويس الباتريارك وجميع الأساقفة وكل الكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات والمكرسين والمكرسات. نعم يا رب اقبل هذا القربان لأجل كل المحتاجين والمرضى والمتألمين وكل إخوتنا الراقدين الذين انتقلوا من بيننا. اقبله يا رب لأجلنا نحن الحاضرين ها هنا والمنتظرين رحمتك. استجب صلاتنا واغفر خطايانا وذنوبنا. For this country and its inhabitants, this city, a man, and those who dwell in it, surround it, O Lord, with your care and protect it from all evils. ونحن أيضا يا رب عبادك الضعفاء المجتمعين باسمك والقائمين قدامك الآن، إذ قبلنا بالتواتر الرسولي عن آبائنا ما رسمه ابنك، فإننا نحتفل مسبحين وفرحين بهذا السر العظيم، سر آلام ربنا ومخلصنا يسوع المسيح وموته ودفنه وقيامته. والسلام معنا. ويحل على هذه القرابين ويباركها ويقدسها فتغدو لنا جسد المسيح ودمه لغفران خطايانا وخلاصنا ونيل الحياة الأبدية التي وعدتنا بها. فنؤدي لك المجد والإكرام والشكر والسجود ولابنك الوحيد ولروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. نقترب يا رب مؤمنين باسمك الحق من هذه الأسرار المقدسة ونكسر بحنانك جسد سيدنا يسوع المسيح ونسيمه بدمه الكريم. باسم الآب والابن والروح القدس الآن وإلى الأبد. آمين. نجلس في لحظة صمت ونراجع ذاتنا ونندم على خطايانا استعداداً لتناول جسد الرب ودمه. فرطي رأفتي
ارحمني ارحمني مثل عظيم رحمتك يا خالق، ارحمني اغسل كثيرا سيدي نفسي من الذنب، وهكذا خذ بيدي مطهرا قلبي، إني بإثمي عارف معترف جهرا، وهو أمامي واقف أنظره دهرا. امحو الخطأ نقف كلتنا أبناء أب واحد هو الله، مهما كانت كنائسنا وطوائفنا بس الله هو أبونا ونحن أخوة. خلي نرتل صلاة اللي علمنا يسوع المسيح. أبانا الذي في السماء ليتقدس اسمك أجل يا إلهنا وأبانا الفائض رحمة، نطلب إليك مبتهلين، لا يا رب لا يا رب لا تدعنا نسقط في التجربة، لكن نجينا من الشرير وعوانه، لأن لك الملك والقدرة والسلطان في السماء وعلى الأرض الآن وإلى الأبد.
المقدس، واغفر ذنوبنا بدمك الكريم، ونقي ضمائرنا بحنانك أيها المسيح رجاؤنا. تكتمل معنا بالمراحم موهبة سيدنا ومحيينا يسوع المسيح إلى أبد الآبدين. آمين. بيد الحب جبلت، طبعت في صورتك، سكن السماء أعطيتني، فصرت من أهل بيتك، بفرحك غمرتني، جئت إليك أحببتك، أنت في البدء أحببتني، حبك سر إيماني، عيناك تنظر إلي، حضورك يهز كياني، نرعني ملء حنانك، هيا منبع بحر الحنان. ثالوث إلهي حبيبي، سعيدنا أنا في لقياك، في أنت وفي قريبي، سر جميل أن أراك، قلبك ثروتي نصيبي، أكنز من فيض غناك، روحك شعلة لهيبي، يضرم الحب في وجداني، عيناك انظر إلي، حضورك يهز كياني، يرعاني ملء حنانك، هيا منبع بحر الهوى. آتي إليك ربي دوما، واثقا أمري أسلم، فتقبلني مبتسما، لأنك همي تعلم، تبقى لي أبا وأما، لرؤياك نفسي تحلم، سأرى وجهك يوما، انظر إلي، حضورك يهز كياني، يرعاني من حنانك، هيا منبع بحر الحنان، عيناك انظر إلي، حضورك يهز كياني، يرعاني من حنانك، منبع بحر الحنان.
نحن الذين بموهبة الروح القدوس قد اشتركنا واقتربنا في تناول هذه الأسرار المجيدة المقدسة والمحية والإلهية لنشكر معا ونسبح الله واهبها سبحانه على موهبتي التي لا تصار لنصلي السلام معنا نشكرك أيها المسيح باركك يا من حللت في قلوبنا في هذا القداس الإلهي المبارك إذا سمعتنا كلمتك الإلهية وغذيتنا بجسدك ودمك فإننا نسألك متضرعين أن تثمر فينا هذه الأسرار التي احتفلنا بها وتناولناها رجاءً وسلامًا وبهجةً الآن وإلى الأبد. آمين. بارك ما. قبل كل شيء أشكر ربنا له المجد اللي جمعنا حتى نصلي مع بعض بهذا القداس الإلهي شكري وامتناني لغبطة أبينا الباتريارك كاردينال مار لويس ساكو كل طوبة الذي أتى من بغداد لزيارة الأردن وزيارة أبنائه الكلدان المقيمين في الأردن من عشرات السنين ومن اللاجئين الذين احتضنهم الأردن منذ عام 2014 أشكره لمنحي هذه الترقية الخرسقفية التي أرادها وأصر عليها منذ 2019 شكراً سيدنا لمجيئك سيدنا شليمون مع الوفد المرافق لك سيدنا شليمون وردوني وسيدنا بولس ثابت وأبونا بسمان شكري وتقديري للسفارة البابوية بشخص القائم بأعمالها المونسنيور ماورو لالي جزيل الاحترام شكري وتقديري للسادة أساقف الأجلاء الذين شرفونا بحضورهم سيدنا جوزيف جبارة مطران هذه الكاتدرائية وسيدنا جمال خضر اللي هو سيدنا جديد أيضاً قبل كم شهر صار النائب الباتريركي لللاتين في الأردن وإخوتي رؤساء وممثلين الكنائس في الأردن شكراً جزيلاً لحضوركم أخواتي إخوتي أنا أخدم في الأردن منذ 8 سنوات أي منذ بدء أزمة اللاجئين العراقيين الذين تعرفون الأسباب هجروا قسراً و من أرضهم واحتضنهم الأردن حيث وجدوا فيه ملاذاً آمناً فواجب علي في هذه المناسبة بعد 8 سنين من الخدمة أن أتقدم بشكر الجزيل للأردن العزيز ملكاً وحكومةً وشعباً بشخص قائد البلاد جلالة الملك جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله وهنا أذكر
وأشكر إخوتي الكهنة الأعزاء من مختلف الكنائس والأخوات الراهبات الفاضلات وكل الجمعيات الكنسية على محبتهم ومساعدتهم لي في خدمتي هنا في الأردن بفتح أبواب قلوبهم قبل كنائسهم أمامنا لكي نصلي. وما احتفالنا اليوم في هذه الكاتدرائية الجميلة لدليل على هذا، فألف شكر لكم إخوتي الكهنة والراهبات على محبتكم وعلى حضوركم معنا في هذا القداس. شكراً لكم، تصفيق لهم. شكر الأبناء رعيتنا الكلدانية الأحباء على حضورهم، شكراً للشمامسة والشماسات والجوق المبدع دائماً. شكراً لشبيبتنا، شبيبة الكلدان الذين عملوا مثل النحل، خلية النحل في التحضير لهذا القداس والاحتفال منذ أكثر من أسبوع. شكراً جزيلاً لهم. شكراً لقناة نورسات وموقع أبونا على حضورهم وتغطيتهم القداس. شكراً لكم جميعاً. أنا نسيت مجلس كنائس الشرق الأوسط أيضا ساعدونا، والست وفاء قسوس أبدا ما تنسى جهودها من أجل المسيحيين وغيرهم، فشكرا أيضا. وسيدنا جوزيف شكرا على احتضانك إلنا، يعني هو لولا هذا يعني الغطاء مال الراس كنت أسقف كلداني. شكراً سيدنا، وشكراً سيدنا جمال، كل الكنائس كانت مفتوحة لنا، وأنا أدعو السادة الأساقفة أن نعطي البركة الأخيرة مع بعضنا.